فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يسكن بجوار المسجد، وعندما انتهى خزان الماء الذي في منزله استأذن من إمام المسجد ليأخذ من خزان المسجد فوافق الإمام، فهل يملك هذا؟ نعم، لا بأس، هذا يتسامح فيه يا أخي، ماء للوضوء وهو جار المسجد، حتى المار، المار إذا طلب ماء يعطى ماء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.